اهلا بيكم النهارده في اليوم المنظم من NSIA North Shore Islamic Association. عاملين منظمين النهارده يوم عائلي جميل جدا، في حاجات جميله، في العاب اطفال، في اكل حلال وحلويات، وكمان في ناس مشتركين ان هم بيبيعوا هدوم وحاجات حلوه قوي، والاطفال طبعا مبسوطين، يعني الاجواء كلها حلوه، فيها حاجات بره كمان وفي حاجات جوه القاعه. طبعا مركزين اكتر عن الالعاب الاطفال ان هي تكون جوه القاعه علشان لو في امطار او كده، بس الحمد لله النهارده يوم كان جميل قوي. المكان كله حلو، في هنا كذا ستول بيبيع عطور، ديكورات، ملابس محجبات، في حاجات جميله قوي، غير طبعا العاب الاطفال، غير كمان فوق كل ده ان هو تعرفنا على ناس جديدة، تقابلنا مع ناس، الأطفالنا لعبوا مع بعض، عملوا أصحاب جداد، شافوا أصحابهم القدام. فبجد يوم منظم حلو قوي، بجد بنشكر يعني مسجد شمال أوكلاند على تنظيم اليوم العائلي الجميل. فبجد الناس كلها مبسوطة والأطفال كلها مبسوطة. في كمان محلات حلويات ومحلات أكل مشتركين في الإيفنت الجميل ده، فالناس فعلا كلها مستمتعة. دي أنشطة للأطفال وبيكسبوهم جوائز. لسه اليوم ما خلص ولسه في انشطه تانيه واحلى جوائز تانيه للاطفال مقدمه من مجلس شمال من مسجد شمال اوكلاند نورث شور اسلاميك اسوسيشن. الاطفال مبسوطين جدا. بجد مجهود رائع اللي عاملينه. شكرا لمسجد شمال أوكلاند. السلام عليكم.